الحديث 43 حديث كأفرتني اللحاد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن. حديث كان أبي بردة ورنا عن أبيه عن أبي موسى الأشعري يعني عبد الله بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام بعثه نبي وحودري أو موسى الأشعري وحودري إلى اليمن يمن بودري فسألهم مركز وحودي عن أشربة عبتانك تصنع بها لغوص ميناي وحلق عباي ماشا سلودري بوودي نبي عليه الصلاة والسلام أنت أصلاً مش نقصوا أركان ولا قاعد بايا كورما، فقال ما مركوبي وما هي ومحيين عبتان كان محل قسمين، عبتان ولكن محل قسمين. قال ما كان سوحي يروح على قسمين، البتع صغر معنا دونه، البتع على قسمين، والمزر على قسمين، لا بأس على قسمين. ولا ويدو حلي فقيل وحل ويري، لأبي بردة وحل ويا بردو، وما البتع بتع محوية. عبتان خلق السماء. قال مكوح يري ونبيت العصري. عبتان خلق السماء وهي ملبك. ونبيت نوح وسماء وهي قمير جرين. ويل بالغوش بايا تمرت مثلا كذا سوقات بالقوينة يبيع القوينة يا ويل قميريو. بالغوش بايا سيدو كره عنب كوكره ولا قميرنا يا بيع القوش بايا دور برو الله نيا. قال لي ذا أبغى أكتر وأحب أكتر كيم تبي ما منها تقول لي مش هرب وما قال مال قليان مال كجرا هذا مش خمر سو خمر يا وصوب حياة مركا وحي يري البتع وحل إلى هذا بنبيد العصري عسل كي ولا قمير يوية والمزن وح ويان نبيد الشعير هذا قال سرقه كراوي كل سومريا كم أر لكن تبي الله يستعمل هذا حلو يا عمي هذا ولا قمير يوية تشغيل بيارو شوبايا قد بالغين لا ما ويل باجته ويل الباجت دجنايه انه قمر وحس بدره مركا دو خمر من قرايس بدراي هذا خمرين عند هذا القدر دوات انت بدو حلقه سميه انا بدو سميه خمرين عادي قبل بيان لا يبيناي قدار بدو سميه اصل هم قدار وي ومع ذلك علماء دو اسمي ديانو بك فقيقه فيريسو نيم ادو بير له بير بالله داي انا بكبا يبينيس قفل با كيبينيس لكن ما اوتو خبر كسميه أو يكون يلحق قادم على ما هو عينه هذا ما يسمونه وسقى عدوه مركب النبي مكة لوشة والوي وحاسة لعج عبا مش النبي مو أورن كنوا حرام كنوا حلال لكن قاعدة جود مسمية النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام مع السلامة متك استوى حصن خامية وحرام أما كلون كسمية أو ملب كسمية بس كمتي مربط وحصن خامية حرام الغنية كل مسكرين نبي قمت الله قال الشيء هذا كنوع نعاس كنعبا شكذا بشربا كل مسكرين حرام وحكس وحصن خامية وحرام مسك هذا بدري بيرتي ضد واحد هذا بيرت هذه كوب لقى عبا كلا وحصن خامية ماي أهون لقى حديث لو بلي هي ما أسكر كثيره فقليله حرام أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وحا وحيسة بدل كوسا خامية وحيسة يرى وحارة حقا لغو بحياة طبعا حديث بي وحيسة بدل وحا كوسا خامية وحيسة يرى وحارة وحا نقرأين حارة من نقرأين هل كبشو وخمرية وحا لغي يابا قفل كوسا خامين وحارة ويا وحكرا وحا جانا خمرها لكن داس كبدا كوسا خامين ايا كا يرى وحارة من نقرأين وحكستو مركا وحسا خامية حديث كان وحا موشي ذي إني حرام تبك اللي سكيل عليهم لغمار ماوي الحديث مرك حديثا شيغي وحا جري جري وحياله بدنوا وحياله بدنوا ما تقانا يعني ويل غار لو سمين جنبي مرك هوره وحن لو يقان نبيت كو حرم مرك هوره او وا لا حرم وا دمان لو فسحي اني ما تقانا ديغان كران عبيتانكي laga sameeyay ina ko kali u oolaan karo meel laakin weelasha dadajinaayay intu sa khamriga gaarin inay cabaan
marka hadiiska waxa ku tusaya wax walba oo masarxaan ku keenay xaraayn ama aqliga daboolayna xaraayn wax kasta noqday al hadithu sabi' wal arba' wal arba'un hadiiska 47 an miqdam ibn ma'di karib qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma mala'a آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه الإمام أحمد مقداد وحوليه هي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدار إن معدي كرب وحها حديث بعض ملايين وسبع قرن جري نبى وح أماري عثمان بن عفان أمان ثم وقت قف قوم في عين بقول قرن جري من أماري أنتوا أركي وربك يا كتبي سقف كان شو تقف كأمان تو أساسي بحياة قف ما كل عثمان بن عفان بان أماري سو أنتوا قاطعي عيد بقول أنتوا بقى عندكوا قاطعي بنقدر خوشو ونحن هذا عبالي نبي أن كم قريب يقول لي يحثوا حث التراب على وجوه المداحين عندها عيد كرشوة ضد كما تقعنا وحمانا يا مركو قفك الله أمانا يا بلوه هي قفك الله أمانا يا هدوية هي قف أمانتا كل رما يعيد كرشوة قد متقعنا كوكي برايا لما أقول أما هدوية قف له نبي عليه الصلاة والسلام واحد من مواقف أو بكر وكلا أمانا ولو كنت متخذ من أمتي خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا هذا أكل لي قفك قف إيدو وشبه ذن أو بكر باقي دجال الله إيدا يسحق من غير وجه مرك قفك كحرته مرك مقداد وحي اللي سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي أوحى مقرى سقوله ما ملأ مبوحيه آدمي قفك مبوحيه وعاء ويل ويل شر وشر بذن وكشر بذن من بدنه علوشس ويل قفك مبوحي وح وشر بذن علوش مرد علوش هذا بحيث أقوله ما تشهوا ذي بقى عيسى هردا بقوي مانس وحول بمارد كبر بقوي مانس ما كان يبغى يقول له ويل لبوحيه وقفك وبوحي وح وشان بدل وحن علوشس محاد عايز مركب قفك محال السمين علوش مح قاجد كربنا يسمى محال السمين يعني أبي مركب وحول يبي حسب ابن آدم كوحة كفلا أكلاتهم يعني دور أكلات ووحي رب منوي لا بصدق قاتو قف قاتو كواس يقمنا وكتها جايو سلبه نبكيس يعني نبكيس كتها جايو حلقة وضع يعني قاتد كيل الله لكن دام فريستو أوليو كايدا أنت قه سيرقى في عاد كوجران جوعياش يا إن لا تقه رك ما سوار ما كوجران في عاد يجمع الناس سال الله فريج أنت كوجران ما يجمل هو أصلاً ترى أنا الله سبحانه وتعالى. ها مرك قفكو أذكر سي يعني بفات بحلو يا كان قفكو مر مك عايو سيك عايو سوك عايو سوك عايو لاو إترى باش قد هاي ووضعي مرك نبي هو حير وح قفكو كفلا أنا عسل عفمات كلا يعني أبدأ شيئاً ولا ماذا أبدأ جوك تايو سايدس كي حلم إذا شيئاً عفمات كوه كجرا عن تضع يا عن تضع بعذر البيه أنت أسكا جين كرتو أسكا جين قال الله يقول له واسوما صدح بري يعني هل مال لب هبين مال لب بيع باي هل بيع باي وأنا ما قدرت عفمت استان أنا شقين جري جيت كذا لك أنت وحن كوي المال ده ما حكيه دوس بده شيء واحد تري واه صوما واه صوم كا ما كنا استان تام مذوح أنا بليشك واحد تري صباح دي بان قرعة دوت قرعة يرو فلوب بقرعة بتري لبي إتو ما كمان تبيع عبا يا لبي إتو ما تبيع لا صباح ضمة سو جاب فرش صدح بيقولوا هذا قفقوس بدهش marka waxay culimadu yiraahdaan dadku yiraahdaan cuntada baa cudur laba taasha hadda cunta cudur sagorti cid ka sii aadaysa dhiga cid ka sii aadaya baruurti ka basi daran shay siin aad ka lahayn لا 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 ل
هذا كنيك يسحون الله إنه قاعدك اللي يقصون الله وهو سيم الله يرفع عمي الله. مرك وحي النبي عليه الصلاة والسلام بحسب ابن آدم ابن آدم هو واحد كفرا كفرا وكلات وحي وقاد قد قادنا يو قوة يقمن توسنايا وكتو سنايو صلبه دبركيس. فإن كان لما حالة هذا لا جو مرمان تيرا عن تون تون وارتنا عن تون تبا. وهذا بس كدين كريم. فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه نبي وحي على وش هذا صدح القيم فثلث صدح مرض مال لطعامه متزكل وثلث صدح مرض مالنا لشرابه عبتان كساكري وثلث صدح مرض مالنا لنفسه النفط وداي مركز أصل النبي عليه الصلاة والسلام يري رواه إمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن حديث كما قلت فهم نبي يقول فقلت المامي وح كشر بدن مجرى غفق وشر بدن غفق بوحيه على وش يصح كشر بدن تشكر الله حنا نذكر إيمانا لبعض ذكر إيمانا سوى حتى كشر كين نويا الحديث 48 حديث ك أفرتني يوسف ديرات عن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها من إذا حدث كذب وإذا أوعد أما وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد قدر رواه البخاري ومسلم حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول تلمام على مضض قفك منافقة اسكلية منافقة أنا وحويان قفك والدبي يعني وقال لما يمونه هذا منافقة ما قشوا وقال لما ويان أقول لما دوحي يرهدان وحوك القادان أصغر يو أكبر يسار سكرا معقدي قفك اعتقاتي هاي تهي يعملي قفك ينو لكن مؤمن يهي ولكن يكد عن منافقين تحلوية قانا كدا عانوا كلا مركز دقف كمؤمن كأسوار كوحيران وكلا وعلى منافقين كم دوايا سفدي إلى هاي منافقين تو ميت كم دوايا وحوله مخ النبي عليه الصلاة والسلام أربع أفر وحيارات من كنا فيه قف كأي كس جيهين كان وحنا يقف كأس منافقا منافق وحنا منافق نمضنا إلهي سبحانه وتعالى نار يا بوهاي بلوح لي يلا مرافقين في الدرك الأسفل من النار نارتا دبق يده سيكون جاء قالت يا كوسي قالت عادقة يا كوسي ملك الملوح لي إن الله جامع المنافقين الله سبحانه وتعالى مرافقين تي إن الله جامع الكافرين والمنافقين والكافرين هذا يتوم ريدي وصحبان هاي إن الله جامع المنافقين مرافقين تي قال الله سبحانه وتعالى ما يلبق كل منايا نار جهنم سجيني قم مركا القاسية هو ياتي كبير وإن كانت خصلة منهن مركا أفرتا وحيالات قفك الله جهله قفك سوى منافق وإن كانت خصلة منهن هذيب أهاتي متكمديه أفرتاس فيه الحديثة كانت فيه سبع الحديثة وحهانا خصلة من النفاق علامات كمدة علامات النفاق أهرين كمدة أهرين النفاق باكوس سبنانية حتى يدعها إلى وسلطبه إلى وسلطبه أفرت يوم النبي عليه الصلاة والسلام ترنا يا مركو حلية هي من قفك إذا حدث مركو ورميو كذب بين بعديست من الله مركو الله يو وبين الشريف وإذا وعد هدي وبلن قاده أخلف وضوم رأي وإذا خاصم مركو دود ينه فجر وفرنيه
يعني دول دي سيبوا ربعين ميل مريو. وإذا عاهد هدو يعني بلن قالوا غدر بلن توقع بحي تيور نحبو بلن قادوا ويتنا بلن مقرأ الكان سؤون نمان بلن توقع بحي فاتيو قرآن الله سبحانه وتعالى قلت لما نبي الله إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا يعني نبي الله إسماعيل بقى الله سبحانه كسوه الله وحبي إنه كان صادق الوعد وفهمت وعدك يبلنت أو في أبوها مرك علماء التفاسير توحي مرك هنا وحي هذا صفة أسوء حكوية شمال يقول نكر رب الله ميال ما يبقى رب الله ميال ماشي متقي نكر كواي مرك أسوء حجرا ما قطع بحري ماذا ماشي متقي بقى وحسيني كان كوي ماذا يوصل مارت كواي ماشي متقي مرك صادق الوعد الله سبحانه عليه وإذا عاهد مكو بلمان قدر بلد بقوني أخرجه البخاري ومسلم مكا أعماشا صفات كان وحاس كلام مرافقين تباس كلام قف كمؤمن كأهي مركا وي كدعا أو كدعا ويا وكان نبي قول حسوك قارسيا أفرتها سوى مرافق خالصة هدي ميت كم بدل غيره علامات مرافق باكو جرته ونقف كاس كان نبي في أمرك بناك سنة مرافقين تنا عدو بلاه بها جلين نبي قوة رجلين يعني نبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج جنة أعز منها الأذل مقالة مدرة وفانين عبد الله أبي بن سرور بها وحير مركز مقالة كنا قلنا لا يرجعنا إلى المدينة مركز مقالة كنا قلنا وحنا صارينا ضدك شرفت لا وحي صار يا كل ليته صارين ندعو شيء جاي منك أنا قال شرف لا مقالة هذا ضدك شرفت لا وحي صار يا نكل ليته لا قال له بوجوه سبحانه وتعالى لله العزة ولرسوله وللمؤمنين إله يبقى شرف سكله يا مسلمين يا رسول كاسكله بلي الحديث 49 حديث كأفرتني السقالات عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا حديث كان وقفت صايا وحويا تلصارس إلى سبحانه وتعالى غفكم إنه إلهي ترسى رسوله قرآن قال له ومن يتوكل على الله فهو حسبه قف إلهي ترسى رسوله فهو حسبه إلهي بكفر سبحانه وتعالى عدك الله وضعه مر بدأ إلهي سبحانه وتعالى ترده وليبته نبوة تستقر وفوض أمري إلى الله أرنت إذا واحد يدين إلهي سبحانه وتعالى مركا وحك استقر وأتكاده إن إلهي سبحانه وتعالى ترده ودين سقاسك له هذه واحد لقاربا هذا سأخذ رزق أخرى وحال لقاه ربع إنا نقاقضوا أذيك دون ووحل وقر وهليسا لكن ثلاثة الله سبحانه وتعالى بس كله مرفع عمر وحو جري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم هدى إذنك توكلتم أتلسار صلى الله إذن على الله ألا دشيسا حق توكله توكل كيسا نبتع هدى إلهي تلسار صلى الله إذن وإلهي تلاذب لبن الله إذن توكل كنوح كمدي هاي وعبادة ويا لرزقكم إلهي وإرساق لها كما يرزق الطير كما يرزق الطير سلو شمبره وإرساقه كله هذا إلهي تلاذب صلى الله إذن إلهي سلو شمبره وإرساقه كله إذن إرساق لها يعني إرساق دوا لذين فضين لها وشمرت سلو إرساق أمرك نبي قوله صلى الله عليه وسلم تقضوا وهيك الله إذا صبحت شبهت ما له حكم الله لكن فعل كبلتنا برغي قال سيحانا يا وحول ما هنا يا ما شقينش وإلى أن هذا سوي حوالي وحن ربعين عن نقضان من حوالي رمضان هايسته حرفتنا ملهي تكون الواجب تنسكو يا الله يسامك ما يلنك نبي قبرك وشمرتك هذا يقول لي تقضوا خماسا صبحت بيك الله هذا يضو بغلارا يعني قاجها يسو وتروح ويصور واحد ويصور الله بتاع قلبتي بطانا يدو على المثل يصور الله بتاع يدو سك عري مين له حكم وقع ويدو شو واحد يرسق درسه قلبتي بحس الله بتاع يدو مارتي يدو على شو بحس الله بتاع مركان هذه قد واحد لقارب إلهي ثلاث سارسون كون غاب أنتي قرآن واحد لقيل فإذا توكل فإذا عزمت فتوكل على الله النبي عليه الصلاة والسلام مركو صحابة لشراي مقاب أولاد ما يروح لويري جوان كمركا جارته وروح لويري قال بفقه جان كأويا
لبع لما بانا ضد هذا لا تشرب قام بالله قاري قام كله قالوا لبرا قوي لفريو فإذا عزمت فتوكل على الله مركا نبي عليه الصلاة والسلام قلت ما من قفك يسجد إلا جرب لجهره طلابه وقاضه ثلاثة كان له دايو كبعد قفوا صهيرة يلا كذا ماشى كسر ثلاثة الله سبحانه وتعالى عبادة ماشى كم مرة وراك وحي كان يعني مركا رما كهلا يعني مريم مريم بنت عمران نبي عيسى ويدس مركي أي ذا الشيء أو أي أم الشيء الأجن هاي أو أنتم مركي أم الشيء هو أفضل الملح مركي سأوه هشة وحدك جوجينا يعنتوه هشة قال له وهز إليك إليك بجدع النخلة فيري قيد كأت هوس شفته ولبت جردة جردة للياه روح رب عليه تساقط عليك رطبا جنيا وحقوس وضع عيسى تمر قيم باقوس العيسى هو أنت هذا التور ما يسوي جريد دقيت كنت لقي وارد إلهي سبحانه وتعالى أود لي هاي إن وصلت هذا يوم سيد مركي يرايد با حالا صور شيء نبي مركي محراب كلا كي هنا يجوبتي نبي الله زكريا كويري يا مريم أن لك هذا أنت نار بعمر سعيك تني هو من عند الله يرزق إن الله يرزق ما يشاء بغير حساب تري مركه وير التور ماله لكن مرك وي ومش وقفوي إلهي وصل هذا ذكر تمرتان جيت تمرد بهش سبيه لكن لو وحي وهز إليك بجدع صو حاجة وأصل الروح على لو يرجعتك تساقط عليك رطبا جنية وحقوس وضعناية تمرت قينيت ماكو حلوة إني قطز زمرك إن هذا فعلك لا تماده هذا ضغاق لكن الله سبحانه وتعالى وحي كضمية وحقول غبناية لو أنكم هدا إدكم توكلتم قلك رحمة الله إني حديث كلوات لاهي ولو أنكم تتوكلون يا آه وساسوا ها لو أنكم توكلون ها أنا توكلت بيقول هدا ثلاثة صلى الله هيدين على الله لدو شيء حق توكله ثلاثة سجي صدبتها لرزقكم ويرزق لها كما يرزق الطيرة شنبرك سوء يرزق تغدو خماصا ويك على صباح يضو بقلالا وتروح بطانا وحين صلى الله بتا يضو متقنا برسن وحكروا كتب سنبه صحابه وحكبر رجيه انت وحبري الله هيدين هذي قف كيف أنتم مجالنا كبح وحابة صوكرته أو ضد كي متقع نسوق أنتم كنا يبصدوا بأخر بالله اليد العليا خير من يد السفلى يعني يد كعنتها السرع كعنتها السرع بحين إذا واحد كخير بالانتهاي كعنتها قاضي إيسا حال الشيء جري شد عبد النور بحديث كم أخر من حرج جري وحال الشيء يعني حديث كل عليا هي يد العليا خير من يد السفلى معناه واحد تم بحين إيسا سرع إيسا taqaadan isma waxa sababku xayir aadan qolo toobsata inta hadis ka maqleen bay markay wax tuugsanayaan ay qaadanayaan meesha uu qaadan lahayn saas uu qaadan jiray say gacantoodu noqoto say gacantoodu noqoto tii ala sarreysay gacantaas liidata bay ka caray markay baryaan waxa siiyo loo staago saas uu qaadanay markay gacantaas sarreysay gacanta qariyaan rawahu imam ahmad tirmidhi wa nisaa'u ibn majah wa ibn hibban fi sahih wal hakim qala tirmidhi hadithun hasan wa sahih الحديث 50 وحديث كده مية ويا كنت عن حديث سؤال خلني الإمام النووي من رجب الحنبلي وحديث كده مية ويا عن عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل خرجه إمام أحمد لهذا اللفظ عبد الله بن بصر وحجري أتى النبي وحا أويمي صلى الله عليه وسلم رجل لما النبي أويمي فقال من كاسوح كويري يا رسول الله رسولك إله يوم إن شرائع الإسلام إسلامك شرائع دي سئيو يعني أحكامتي سئيو وحيالها واحترايو أنقاذن لها قد كثرت علينا نغترة بغت تنا خير له كود أغمى تنا كخير بنا كود أغمى تنا خير بنا كود أغمى وأنا غترة بغت مركبوه ربا هل وحو كود قناده بربا هل وحو كود قناده هو زيدي مربا وكان النبي عليه الصلاة والسلام روحي ونغترة بغتي أبابادي خير نغترة بغتي هل ميدون خير بدن لو كل بان موشك
نبي مركو حجري فباب الباب نكورناي قد كثرت علينا ونوتنا بضطيه وهم موشك فباب باب موشك نتمسك به عن قبصنه جامع وحكميه قال مك نبي حجري لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل لا يزال يانك سول لسانك عرب كاو رطبا إنو كقويه من ذكر الله عز وجل ذكر الله سبحانه وتعالى هذا يقول ذكر أفقه على شيء رجل السلف كا يعني عرب سبحان الله ضاق عليه وكبرنا مركم يا مرأي سو استعجوا عرب سبحان الله سبحان الله مركم بقول فيه أما جنون بيك أما وارد سنك موالي يعني عرب كوضع سيء تقصبات أفوق الهيام وها الله يان وحل الموذي جري إلي مارتي إنه وقفوا المكان البوش وقال لنا كمجلة ذكر الله سبحانه وتعالى بأفوق الهيام ذكر الله سبحانه وتعالى أنه كم يدي وحيا لها قفق إلهي سبحانه وتعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون والله سبحانه وتعالى بطن حسن واللبان الزعيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون إلهي سبحانه وتعالى يقول لي أنا حصة أذكركم أنا إن حصة أيها مركا حصته بأن حصة بالحديث قال يقول لي هاي قفك يقومشك شيء ومقعي يقومشك شيء مال إذا جوغان نبي يقول لي هاي إلهي سبحانه وتعالى يقول لي فإن ذكرني هذو حصة قفك سوى كل جيسة ذكرته في نفسي أنا وحصية قف ما بعد الله فلكرج سبحان الله الحمد لله لي إله سبحانه وتعالى كبير أنا نفتح لكم حسين مفقس فإن ذكرني في ملأ إن هذو من ذات جوبه يقول حسب وخير كل الشيء جاي وذكر الله سبحانه وتعالى قرآن كل آخر ماي ذكر الله هو سبحانه وتعالى ويا ما يقول له إله سبحانه وتعالى وهم كوس كحسايا قرك خير بدن بان كحسايا ما يعيس يعني ملائكة الله سبحانه وتعالى سبب الجوبه ما قال عقل وش الشيء جاي هبل أم هبلايو إله يبان كوس الشيء جاي مرة نبي واحد اسمه نوشة يقول لي هاي قف كهذي إلهي جلاله فناداه جبريل إلهي جبريل رواقة وحدها قف كأسوان جلاله جبريل وحده رواقة ملاك فلما توت ملاك تنتهي لك ترى حلا شرعي بيت كله يقام بيت المعمور والبيت المعمور صورة الطور الله قدر ما يوم هي علمت إلهي رواقة كل ده جاين كعبة السماء دوبي على مك سماء الدنيا دوبي على تطبعتهم كم أمرك بسوق المالتي وكل عباد يستنى سيدة إنك حشك وأنه كلا تطبعتهم كم أمرك بسوق له ويخبر حقا قد بان مصر النقضان ما أنسى قد بيسا ما أمر بوحا قلع تطبعتهم كم أمرك بسوق له يعني ترد الله سبحانه وتعالى أنت يا مرأيك سلاك تسوى مالتنا ما كدير يلا بضيه قفك وحول نقنا يا إلهي ويهلكس حتى كتلي أستنى كدرانه الله يقول لي هاي ومن أعرض عن ذكري فإن اللهم عيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى لقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى سمعت تقرق بالنا أو إلهي سبحانه وتعالى بلا قوة قفة كجيسة تقرق فإن اللهم عيشة ضنكا مروع عير بذب القليل ونحشر يوم القيامة أعمى ما أنت قيامان وحا سوى صارنا سوى إندراء قال رب لما حشرتني أعمى إله يوم حائس وصارتاني وإندراء وقد كنت بصيرا وحبان أنك جلدوك مركان جوبي وحبان أنك جريب قال كذلك أتتك آياتنا ساسا آياتك نقل كبير مادين فنسيتها وهي المنت وكذلك اليوم تنصى أنه ما أنتم كاتك النبلا وكي قيام الله قال ما كدير قال الله سبحانه وتعالى وحيا لا قف كل بأنا ويا وكوه يري إن شرائع الإسلام إسلام كشرائع ديس قد كثرت علينا ونوتر بضطي فباب الباب نتمسك به عن قبصنه جامع وحكمية نوشك قال النبي مركو الحجر لا يزال يانو كسور لسانك عرب كاو رطبا إنو كقويهي من ذكر الله عز وجل إله ذكر كيسا إنو كقويهي حديث كاني سقعه وحديث كسان شيء قدميه كتاب يقلتك حديثها وأنا لو يقان وبيعن الحديث لو يقان إلهي سبحانه وتعالى أنكبرينا أخرنا أخرنا إن الله نوافعه الله أنكبرنا سبحانه وتعالى ما أنت مقشي إن الله قد مدافعه فالله سبحانه وتعالى ودسنا إن أنت قول نبي أنك صلى إن إلهي سبحانه وتعالى موجود مدافعه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.